هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء فقدموه على العشاء؟ روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وروى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. يقول الخطابي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش أي القلب، لا تنازعه نفسه أو لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. فالحديث ليس خاصا بصلاة العشاء، وإنما هو عام في كل صلاة ينبغي أن يدخلها الإنسان خاليا من المؤثرات التي تشده عن الخشوع فيها، والله أعلم.